عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. معانا شباب النهارده ان شاء الله سكوتر اس واي ام اوربت 2. هنتعرف كده على اجزائه، يلا بينا. بص شباب، السكوتر ده النهارده في مصر بيعادل سعره $1,500. $1,500. هو السواقة بتاعته بسيطة خالص والأجزاء بتاعته بسيطة خالص. كل الفكرة ان احنا معانا هنا 2 فرامل، الدوارة بتاعته مارش، بيدور من هنا مارش عادي. نفتح بس المفتاح اول، طبعا جزء فيه المفتاح، لما نيجي ندور بنفتح المفتاح من هنا وندور كده عادي. ثانية بس نمسك فرامل، نمسك كده يا يحيى ثانية. لازم طبعا لما نيجي ندور نمسك فرامل، نمسك كده يا يحيى. لما نيجي ندور يا جماعة لازم نمسك فرامل الأول، بعد كده بندوس على الاكسلتر بتاعه كده. أنا طول ما أنا سايب إيدي وسايب الأجزاء المكنة واقفة معايا. معايا هنا طبعا ده نور صغير ونور عالي، العداد بتاعه زي ما انتم شايفينه اهو، ده بتاع البنزين ودوت بتاع السرعة. هنا ده للتقليب النور، دي اشارات، دي اشارة يمين اهي وكده، اشارة شمال، اشارة يمين، اشارة شمال، الكلاكس بتاعه كده. سواقة الفيسبا بسيطة خالص، السكوتر ابسط مما يكون. كل ما عليا ان انا وقت ما بنيجي ندور بنمسك فرامل، لو عايز نطلع اركب انت ورايا، اركب انت ورايا. لو عايز نطلع يا جماعه بندوس اكسلتير بس، يعني كده اهو الفيسبا هتطلع معايا. عايز نمسك فرامل طبعا من ورا، من ورا وقدام لقدام. الموضوع بسيط خالص يا جماعه، طبعا لو عايز نبطل هنبطل من هنا، لو عايز نسوجر بندوس على المفتاح لتحت ونسوجر الايه؟ الدركسيون. خش معايا. كده انسوجرت انا الايه؟ المكنة. عايز نفك المسوجر بتاعي برضو لتحت، بنرده كده اهو. كده تمام. طبعا برضو تاني لما نعوز ندور هندور منين؟ إيه؟ نمسك فرامل، دور كده يا يحيى من تحت، من هنا، من هنا، من هنا بس خلاص اهو يا يحيى. هنجرشها بقى كده وكده خلاص يا جماعه. السكوتر طبعا من اسهل ما يكون السواقه بتاعته، الفيسبا دي زي ما قلنا يا جماعه، والسكوتر دوت النهارده عامل 50,000 جنيه مصري جديده، يعني ما يعادل $1,500. ممكن قديمه تشتريها رينج ال 35 40، صح يا حاج محمد؟ مصر. طبعا معايا الاخ محمد صاحب المكنه، احلى تحيه، وانتظرونا ان شاء الله في مكنه جديده على منوعات رحاله.